يستعمل من المرشح الياس المحترمين، ويتقدم المرشح ربيع رجائي بقوة باعتباره أحد أقطاب المعارضة في العهد الباقي، في الوقت الذي يقف له مرشح التيار الديني حاتم أبو سويلم بالمرصاد. أنت لسه قاعد بتتفرج على التلفزيون؟ أنت لازم، إحنا عندنا ميعاد مهم قوي في الحملة، وكمان لسه ما لبستش. مش عارفة يا أخي أنت جاي برود الأعصاب ده كله منين؟ برود إيه وبتاع إيه؟ الميعاد لسه عليه 3 ساعات. أنا شفت البرنامج ده إمبارح. على فكرة بقى، أبو سويلم ده دافع لهم ودافع لهم كويس قوي، وأنا قلت لك بس أنت ما بتسمعش الكلام. بقول لك إيه يا ربيع؟ أنا لازم أشوف حد من بتوع إعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه، إحنا هنعيده تاني. أنا قايم ألبس أهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما نتأخرش بقى. هي عارفة فين؟ أوه، هو ده وقت عفة دلوقتي؟ ما تيلا يا ربيع هنتأخر على الميعاد. أنا بقى لي أسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في أوضتها، هي بتصحى دلوقتي. يلا هنتأخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هاتي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس. اختارت اكتر واحده بتحبك ومش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني. اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالى 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 بس ادعيني 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 يا حضرتك تعالي من ورايا. فاكرها هتخين عليا وشرف اهلي يا كل جزتك تشد الدم في كل حته. بره في الحاره عشان صوتك بقى. حرام عليك يا لطيف، انا برضه باريزه. حرام عليك. وايه يعني باريزه؟ رخيصه وما لهاش قيمه وكانت هتبيعها. توبه توبه والنبي توبه اعتقلي والنبي. انت عارفه عامله زي اللي انت عملتيها دي توصلنا لفين ولا مش عارفه؟ لا مش عارفه. حرام عليك والله العظيم. انا عملت حاجه؟ الراجل كان هيموت في ايدي وانا اكلم اي حد من الحيطه عشان يغيطه. حرام عليك. ممكن هيموت. اه والله. من ورا! مش هتغلي من ورا! انت مش هتغلي من ورا يا بنت الكلب! اول واخر مرة! اول واخر مرة والبصعة شايل! بص يا باريزا، الخلوص الاول عنده ملوش تاني! والغلطة فورة! وخدي بقى ختم خلوص على جتتك! ده انا اتبفضت على الاخر! مفيش حتة في الجيب مفاتيح العربية مش لاقيها! انا لقيتك زي ما انت كده، لا مفاتيح ولا عربية، شلتك هنا بلف على بيتي. انتوا مين تجيني لغاية هنا؟ مين تجيني لغاية هنا؟ ده انتوا بيتكم مترشح حراس. دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه أول مرة؟ ايه؟ ما احنا ياما يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى. ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، انا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعية دي؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازة اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده. وبقيت كده. ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفة. يا نهار اسود بابي. الرئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. صح يا بيبي. لحظة يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ يا عمر ده رايح فين؟ هات امك يا بابي. حاضر. صحي يا بيبي. حاضر يا بابي.
ازيك؟ ايه يا حبيبتي، ايه كنت بتعملي ايه؟ ما بعملش، بس انا كنت داخله اخد شاور بس. طمنيني عليك، عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، كله تمام يا بابا. انت اخبارك ايه؟ هو الشغل ايه؟ مال وشك اتغير كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه. يعني مش ربيع انا مش عارف، احنا عندنا ميعاد متاخرين. يلا بقى انت يا ابن التسليم، هذا طبعي. عمر خد بالك هتقع. بتقولي ايه؟ شربوا كاس؟ ايوان، والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز، والطوبه بتاعت اخوكي بقت فيشنج وراحت مع اللي راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عم. انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا؟ انا طول عمري عارفه انه قص فساد، وعارفه ان هو اللي هيبوظ عمر. يا معدتي. بالراحه يا بيبي على نفسك شويه، مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق هو انا القانون جالي من شويه الورق يا قالي. بص احنا نطمن على عمر الاول، بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقولك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوك دلوقتي خلاص زمانه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟ وانا مالي؟ ما تروحي تشطري على الديلر بتاعه. عندك حق، والله اللي انا موريك يا عم. لا ايه ده؟ عم حافظ يا نهار اسود. يا عم حافظ بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. البت الزبا دي فتانه كدابه، انا ما قلتلهاش حاجه، انت عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقولك افتح الباب يا عمي، افتح. مش فاتح. يا نهار اسود. انا هنا. انت هنا؟ عمي افتح الباب، ولا الف باب هيحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. وانا مالي؟ واخوك صغير نخة، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، انا ما ضربتوش على ايده. وبعدين يعني هو انا كنت فايقله؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. ايوه مش فاتح. انا عارف لو الباب اتفتح هيحصل ايه، عشان كده عمي. معلش يا بيزا يا بنتي، كل اول وله اخر. انا تعبت قوي يا عم ايوب، كفايه قوي اللي انا شايلاه من وحشك سكينه بالسكك ومرمطه الشوارع. انا جدتي مش متحمله ضرب. وانت ايه بس يا بنتي اللي رماكي على الشغلانه دي؟ يا عم ايوب ده روح، انا خفت الواد يا اخويا يروح مني ولا يجرى له حاجه، قلت الحقه واحنا في السليم، والواد ما كانش حاسس بحاجه ولا حد يعرفنا. وانت مالك؟ ما انت كل نوبه بتعملي اللي عليكي وزياده وبتخلعي وبتسيبي خلوصي هو اللي يتصرف. ما هي اخويا كان عامل زي البليله محشيه لوز، فلوس ومحمول وعربيه وياما في الجراب. بس يا بت، جراش له ودان. حاسس بنفسيتي يا عم ايوب ان مفيش ولا حد من اللي انا استنجدت بيهم حاول حتى يمدلي ايده. الناس معذوره يا بنتي، الخوف بيشيل اللسان ويلجم الايد ويحني الظهر. اوعي جرح يا عم ايوب، بعد ما احكي لك همي واشكي لك همي وانت عمال تنضف لي زيد الذمه، خلاص الفانوس اهو. خلاص يا بنتي معلش، العتب على النظر، مع ان النضاره معايا والله بس ما بشوفش بيها حاجه. يا اخويا ما تروح لدكتور يدوك يديك مرهم ولا يديك قطر عينك دي. يوه كعوبي اتنحلت من لفه على الدكاتره، وعشان نظري يرجع زي ما كان لازم له شيء وشويات، فقلت يا تاخدها من قصيره، اللي فاضل في العمر يكفي شويه النظر اللي عندي، وانا عندي نظر برضه. ربنا يديك الصحه يا عم ايوب. يلا بينا يا بنتي نكمل شغلنا. يلا. يا بنت كريم يا رب. ألف سلام عليك يا ابني حبيبي، طمني. أنت بخير؟ الحمد لله بس دماغي قد كده يا تينا. يومين
يومين يا عمر لا حس ولا خبر. ده انا كنت هتجنن، ده انا شويه شويه كنت هجيب منادي انادي عليك في الشوارع. يومين حبيبتي. يومين يا عمر. خدي يا مريم بطلع اللي حصل شويه. خدي يا سلام. اشرب يا حبيبي. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. كنت عايزه ابلغ البوليس بس انا امنتك. عمر لا 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 لا، وشك مصفر ودبلان وخاسس وهدومك متبهدله. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ احكي لي اللي حصل. ولا يتقال ولا يتحكي يا دينا. يعني ايه؟ انت رجعت للشقاوه تاني يا دكتور ولا ايه؟ اصبري بقى يا ست، خليه يحكي لنا الحكايه. احكي يا دكتور. خلاص يا ست خلاص والنبي. امشي يا بنت، امشي. احكي لنا يا عمر يا حبيبي، انت رجعت للشقاوه تاني؟ قصدي احكي لنا، احكي لنا، عايزين نفهم، عايزين نفهم يعني. يا تيدي انا نفسي مش فاهم اللي حصل ولا فاهم اي حاجه. كل اللي فاكره الكاس وده والراجل ده. اهو اهو كلمه الحق اتقالت. يعني انا ما عنديش فكره عن اي حاجه ولا حتى اعرف كان فين. اي خدمه تانية يا ستي؟ وعيدك خلينا نطمن على حبيبي. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس يا عمي. عملت فيه ايه؟ زن شيطانك عمل فيه ايه؟ ما عملش حاجه، حتى اسال الشيطان. انا كنت قاعد في البار مع نفسي. ايوه لقيته هوب دخل عليا وحاله قرب. قلت اخفف عنه شويه، انا سيب بكاسين. قال لي لا، الشرب حرام. بعد ما شرب الكاسين راح مطلع نقله مخدرات من جيبه، شدينا فرع. النمل كتر كتر. خلصت. فرع شروم؟ شفتي؟ يعني كان ليا حق ما قلت لك بلاش تبلغ البوليس. صح صح صح، النمل والفرع. بعد كده بقى حصل ايه؟ حصل ايه؟ ما انا كان مغمى عليا بس فوقوني، فوقوني. اول ما فوقوني قلت اجري عشان الهويس اتفتح. قلت له اضرب يا عبد الهادي. عبد الهادي؟ اضرب يا عبد الهادي، خدوا قوت يا عبد الهادي. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. تبنا الى الله. اضرب يا عبد الهادي. اهلا اهلا. كل ما اقول لحد بريزه فكه يبص لي ويتنح. هو ايه اصله ده؟ كاني بتكلم لويندي ولا اوغندي. يا اخويا مالك متلبش كده ليه؟ ما تفك حبه. اصل الحته دي مقطوعه وانا خايف حد يثبتنا. ويا اخويا لما بتخاف كنت بتلغي ليه ان شاء الله؟ ولا تكونش واخدني. يا لهوي مين ده؟ امنيات على سرعه بقى في المفاجاه دي. حلوه يا ولاد الكلب، انت كنت بتفاجئنا حفله ولا ايه؟ حفله. اطلع بسرعه يا جدعان. عسل اهدى. وده كل اللي حصل، وده كل اللي انا فاكره. اخس عليك يا عمر، كنت فاكراني غالية عندك قوي، وخصوصا بعد ما حلفت بحياتي انك مش هترجع للسكة دي تاني ابدا. بس هقول ايه؟ يا خسارة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا تبت. انتوا ليه مش مصدقيني؟ هو انا من الكفار ولا شايفيني بقرون حمرة؟ عمر. نعم. اول ما عرفت ان انا ست معيوبة وما بخلفش طلبت طلاق من جوزي، وقلت بكرامتي كده بدل ما في يوم من الايام الاقي نفسي مرميه في الشارع. ساعتها رجعت لكم واتلهيت فيكم في مشاكلكم وفي تربيتك، تربيتك انت واختك. كل ما ابص في وشك وفي وش اختك اقول الحمد لله ربنا قطع من هنا وبيوصل هنا. خصوصا انت يا عمر، كل ما ببص في وشك بحس انك ابن البكر اللي انا ما خلفتهوش. عرفت ليه انا بحبك قوي وبخاف عليك قد ايه؟ والله العظيم انا مقدر كل ده وحاسس بيكي قوي، بس انت لازم تصدقيني. اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي وانا قلبي موجوع عليك؟ تروح تضرب ازازة مش عارف ايه وفرح ما ادرك ايه، وتتوه وتتسرق فلوسك وعربيتك، واليوم اللي سقط منك وانا مش عارفه ايه اللي حصل لك فيه وانت مش داريان يا عمر. ولا حاجه ان شاء الله. هيكون حصل ايه يعني يا حبيبتي؟ هيكون حصل ايه يعني؟ ولا حاجه. وبعدين ده اختبار، والله اكيد اختبار. هي الجوازه دي ما كانتش مريحاني من الاول، وانا قلت لك
يعني انا كنت غصبتك عليها؟ لا بصراحه لا، مش عارف الهكسات دي كلها جايه لي منين. نعم والمصحف تبت، والله العظيم تبت. انت ليه برضو مش عايزه تصدقيني؟ هصدقك هصدقك. يلا ركز في شغلك عشان ما بقاش موت وخرب ديار. طب سامع؟ ايوه كده، ايوه يا تينا بقى، ايوه كده. بس انا مش هرتاح لما اعرف يوم الجمعه ده راح فين. معقول يا دكتور الناس خللت من كتر الانتظار وما بقتش عارفه اقول لهم ايه؟ اسمعيني كويس يا حنان وركزي معايا. خير؟ انا فرحي فرح. انا كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس. الخميس صح، ما انا قلت لك انه الخميس، احنا عارفين انه الخميس. حلو قوي. انا بقى دايخ على يوم الجمعه لاني صحيت لقيت نفسي السبت. مالك يا دكتور؟ هو حضرتك تعبانه؟ يا حنان ركزي مع الدكتور شويه، في يوم وقع منه يمكن لقيتيه ولا حاجه. لقيته ايه انت كمان؟ انت بتهزر؟ الحمد لله على المفتاح ضايع. يا صلاح خلاص ما لقيتوش ما لقيتوش. ركزي معايا يا حنان، ركزي معايا. انا مثلا كلمتك في اليوم ده مثلا؟ مثلا لا، جيت العياده مثلا؟ مثلا مثلا ولا جيت العياده؟ فتحنا العياده مثلا؟ اصلا الجمعه اجازه. طب ما انا عارف ان الجمعه اجازه، انا كل ما اكلم حد يقول لي الجمعه اجازه. طب ما ندور في حته ثانيه يا دكتور. مش طلع بره يعني. بره يا اخي بره. ركز يا حنان. بره بره. ولا جيت لي خالص الجمعه انا؟ ابدا. طب اطلع بره. حد انت هتفضلي حتة لحمة مرمية لكلاب السكك اللي ما بتشبعش. وانت هتبقي البانة ببق كل عيل ياخد منها حلاوتها وتفها تحت رجليه. لحد
لحد امتى الدنيا هتفضل تفك فيكي؟ تقوم قلع الجزمه وعايش براحتك انت. انا حاسس ان انا مكان الرحراحه. بس اللي مجننك قبطان انت، ليه رابط روحك بيهم لغايه دلوقتي؟ لم نفسك بدل ما تتدار هنا وتتداوى. ده اهل حدتي وبنطقتي الاصليه مش ابن بلد ولا اه؟ طبعا طبعا طبعا. بس انا بصراحه ببقى فرحان وانا جاي هنا، عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت اللي بتسوق وانا برتاح. اقدر اتفضل يا صلاح بيه. ماشي اتفضل يا صلاح بيه. اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل يا قبطان. وحياة امك لكون عاملة عليك فتة وفرقعة الغلابة يا ابو دراجي يا ابو الشمامة. نزل ايدي. ابعد عينك عن علي. انا واحدة ست مدهد عليا. طب خالي يلا. امال انت اللي تمد ايدك على واحدة ست؟ سيبوكوا بقى من كل ده وركزوا معايا. ركز يا مرجان. اه وانت برضو يا سيد ركز معانا. يوم الفرح، يوم الفرح كان يوم ايه؟ مدام فرح يبقى يوم الخميس. احنا عارفين يا ابني يوم الخميس كان فزوره. ما انا عارف ان الخميس. انا بقى صحيت لقيت نفسي السبت. الجمعة بقى، الجمعة اللي بتوينهم ده راح فين؟ ايوه راح فين؟ راح فين؟ بس لقيتها الجمعة اجازة. ايه الغباوة اللي انا وقعت في وسطيها دي؟ يا ما احنا عارفين ان الجمعة اجازة. ايه الكنيسة؟ انت كده ركزت؟ ما تركز معايا يا مرجان. ركز اهو. احنا عارفين ان الجمعة اجازة. انا في يوم وقع مني بدور عليه في وسط الاسبوع مش لاقيه. انت دوست ايه اللي لقيتها عدم المؤاخذة؟ دوست لقيت الفرح؟ اه البتاع اللي كان في سلوفانة شفافة ده الأخضر شبه البانجو ده. أيوه مشروب كيف القلاجة والمنجاها والهباة. اه اه ده جابوا لنا واحد مجبر وزايا حبيبنا زيك تاني. هو ده مصيبة سودة.
ده انا خدته من هنا ودماغي فيمت وعيني عكوسات وبقتش فاهم اي حاجه خالص. ويوم الجمعه مال الجمعه يا حبيبي؟ انا هقول لبنت الجمعه مال؟ هو عيني كبير بغض النظر. بغض النظر اهو ليه تغض البصر؟ قول لي يوم الجمعه راح فين؟ ازاي ده ابو ايه ادك فيه ايه؟ انت اخويا واختي. يا ريت لو المصحف اختي اهو. طول عمرك فهيم يا قضبان. هي كده دماغ زباله تخليك تقتل القتيل وما انتش حاسس، بتقوم ييح زي اهل الكهف. هي اهل الكهف اللي انا وقعت في وسطهم، محدش فاهم حاجه. الله الله مالك يا غزال؟ يا غزال اتكسر ومال ولا ايه؟ بس كده يا رحمك لسه احرق دوائي. معلش معلش انا جايب لك لقمه ايه بقى ترمي بيها عظمي. بطلي بقى جو النكد والعياط ده. حبه لحمه راس مربطوني يا خلوص. معلش كلاب السكك ياما، وبعدين برزرز اللي نفسه في العسل يستحمل قرص نحله بقى ولا ايه؟ ولا حتى اخدوا ما شاء الله اللي كانت في رقبتي. خدوا ما شاء الله مش هتهنوا بيها، الحرام ما بيدومش. اساليني انا. بقول لك ايه، ارزعينا بقى اتنين ابو نعناع كده يساعدونا في هضم الاكله دي. يلا. انا مش نازله شغل تاني. صح عندك حق ومليون صح، بس الجمله دي ناقصها كماله. كماله؟ اه. كماله ايه؟ هقول لك انا بقى يا اختي، انت مش نازله شغل تاني لوحدك ورجلي على رجلك. يا اخويا ما تكتب فيها ثواب وتشغلني في اي بيت من البيوت. شغل البيوت انضف واحسن، اهم اربع حيطان يلموا لحمي من كلاب السكك الشمامه. يا غايبه غايبه والله. الشقه اللي بتتكلمي عليها دي الحكومه معاها مفاتيحها، اول ما بيتزنقوا يفتحوا ويقشلوا فيها ويعملوا الليله. انما شغل السريحه بتاعنا ده صلاه النبي، ده اعمال حره بصحيح. ولا تبقي مجبوره المعلمه ولا تبقي تحت عين حكومه. ما ترزعينا بقى ابو نعناع. ما تيجي ناكل لحمه الراس قبل ما تبر. انا بقول كده برضه. كويس انك هنا يا دكتور غازي عشان تشهد. مالك يا دكتور؟ في حد مضايقك؟ يشهد عليا يا دكتور لو سمحتي فسري كلامك. ازاي ابقى كاتبه امبارح تقرير عن طفل دخل الحضانه بازمه حساسيه على صدره ومحتاج رعايه مش اقل من اسبوع، وتيجي المستشفى تخرجه تاني يوم وتعرض حياته للخطر؟ طب اهدي بس يا دكتوره، ما يمكن اهله هم اللي طالبين كده. اهله واقفين عند الحسابات يا دكتور بيعيطوا بيعيطوا بالدموع علشان الطفل ما يخرجش، ناقص يخلعوا هدومهم. دكتوره صفوه، هل حصل قبل كده ان المستشفى دي اثرت معاكي في مرتبك؟ من فضلك يا دكتور عون. انت بتاخدي مرتب قد اللي بياخده اي زميل ليكي اتخرج معاكي في نفس السنه 10 مرات. وبعدين سير الحضانه اللي انت بتتكلمي عليه ده بيكلف المستشفى مبلغ فلكي ما تحلميش بيه. وعشان المستشفى دي تفضل كبيره وتفضلي حضرتك تاخدي المرتب الكبير اللي انت بتاخديه، يبقى لازم اللي يجي عندنا هنا يبقى قد دخول المستشفى. دي لغه حوار انا مش هقدر استحملها. يا دكتوره الموضوع مش مستاهل، وبعدين الحل بسيط، احنا نشوف حاله الطفل وصلت لايه، ولو فعلا محتاج رعايه ننقله بعربيه اسعاف لاي مستشفى تاني يكون ارخص شويه. ما اظنش ان دكتور عمر النواوي لو عرف هيبقى مبسوط. دكتور عمر النواوي ودخله ايه في الموضوع ده؟ هو مش شريك هنا؟ أنا بقى هقوله ونشوف. الإدارة مسؤوليتها أنا يا دكتورة، والدكتور عمر النواوي بتاعك ده يا دوب شريك، وشريك بنسبة قد كده. بس النسبة اللي قد كده دي يا دكتور عاون إن شاء الله. عاون يا عاون يا النسبة اللي قد كده دي تسمح لي إني أرجع الطفل الحضانة تاني، صح ولا أنت ليك رأي تاني ولا إيه؟ ماليش رأي تاني يا عمر. خير يا دكتور؟ طمني أرجوك. متقلقش خالص، حاجة بتحصل كتير جدا جدا جدا، وما تشغلش بالك، تقدر تيجي في أي وقت وهيفضل هنا مش هيخرج إلا لما يبقى كويس أوي وزي الفل. أنا مش عارف أقول لك يا دكتور، كتر ألف خيرك. وعلى فكرة والله أنا قلت لهم أنا مستعد دمدي على شيكات كمبيالات، بس ما يخرجوش ابني وهو تعبان كده. أرجوك يا دكتور والنبي. شيكات ايه؟ ولا شيكات ولا دولة.
انت تتفضل دلوقتي تروح وتيجي كل يوم تطمن عليه لغايه لما ياخد منك. معقوله؟ كتر الف خيرك يا دكتور، كتر الف خيرك، ربنا يكفر من امثالك يا رب. شكرا يا دكتور، مش عارف اقول لك ايه. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. من هنا. معلش يا دكتور. ولا يهمك. ربنا يبارك لك، ربنا يكفر من امثالك. كنت متأكدة إن ده هيبقى موقفك. كويس، أنا لسه فيا حاجة أنت متأكدة فيها. أنت كنت غصان فين امبارح؟ دي أختك كانت هتتجنن عليك. قولي لي يا صفا، أنا فرحي كان يوم إيه؟ فرحك؟ أعتقد كان يوم خميس؟ أيوة صح، ترددت ليه؟ هو الخميس فعلا. الجمعة بقى، الجمعة اللي بعديه. ايه؟ مش فاهمة قصدك ايه؟ أنا قلت بالأول محدش فاهم أي حاجة. وحشتني يا خالد يا ابني، وحشتني أوي. أنا كمان ما وحشتكش. طيب هكلمك يمكن ترد عليا المرة دي. ها؟ لو انا وحشتك رد علي. يلا رد علي بقى، مش انت وحشتيني يا ابني. ما يردش علي، يمكن مشغول ولا نايم ولا يا عمو. ولا يا عمو. نوم نوم نوم. انت ايه ما بتزهقش؟ ده احنا بقينا العصر. حصل اعمل ايه؟ ما هو الزهق دواه النوم. بقول لك ايه، انا جيت المدرسه ما لقيتش اي حد في البيت، وهنادي عامله الغدا زي ما تينا قالت لها بالظبط، فقلت بقى نيجي نتغدى انا وانت سوا. يا ترى تسجلها كام في كندا دلوقتي؟ ولا ايش عرفني يا عمو. هو خالد لسه برضه ما بيردش؟ بطلبه بالنهار ما بيردش، بالليل ما بيردش. الظاهر النمرة غلط، ولا الظاهر مسح نمرتي من عنده. شكلك انت اصلا نمرتك فيها حاجة غلط. يعني ما يكونش مسح النمرة للدرجات دي؟ هنت عليه؟ لا يا حبيبي، ما هو لو كان مسح النمره كان هيرد عليك، لانه ساعتها مش هيبقى عارف ان انت اللي بتتصل. فتح مخك معايا كده. ايوه عندك حق. انا جهزت لك اللي امرتني بيها يا ست الكل. يوه اخلص وخلصنا عشان تلحق تروح للدكتور. يلا يا صلاح. طب مش محتاج اي حاجه يا ست الكل؟ لا متشكرين قوي، انجز وخلصنا لحسن. هما ساعتين وابقى عدي عليا. اوكي. ايه ده؟ مدام اكتفينا؟ اهلا يا منى. اهلا مدام منى. حسن عرفك باشطر مديرة سنتر في البلد، مدام تينا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ده حسن جوزي، ودول توأم القرود اللي مجننيننا. سلموا على طنطي يا ولاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا، بسم الله ما شاء الله. اهلا يا حبيبي، ربنا يخليهم لك يا منى. ميرسي يا حبيبتي. طيب اسيبكم، فرصه سعيده. انا اسف. ها قولي لي عامله ايه بقى؟ اخبارك ايه؟ ربنا يكون في عونك يا ست هانم. اتفضلي يا منى، كل البنات في انتظارك. بس وحياتك ما تاخرنيش لحسن، الراجل متدبس في العيال وهيخنقني. اه طبعا طبعا، اتفضلي. مالك يا تينا في ايه؟ لا لا مفيش حاجه. اخبار الشغل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. انا شفتك من الشباك واقفه مع طريقك ومعاكم مدام منى. انا قلت ايه الغاز دي؟ ولا الغاز ولا حاجه، منى دي تبقى مراته. واو، انت ما كنتش تعرفي؟ لا ما كنتش اعرف. هو عندها منه توأم زي القمر، ربنا يخليه له. ست مدونة.
تنورك بيستعجلك بره. ما تخلص يا غندوره، فاكره نفسك في الكوافير. حالا يا روح الروح. طب بسرعه استنيكي بره انا. ها تعويش عينيا. مش حاسس انا عليا دي. بقول لك ايه، يلا معايا. يلا يا اخي، يلا يا اخي، استنى البس النضاره. يلا يلا ماشي يا سنيورة. كده كده هو. يا ابن الايه يا غازي، بتقع انت بشوية اماكن حنينة كده. لعيب لعيب يا دكتور، مفيش اكتر من الحنية. بس انت الظاهر التوبة نسيتك. اختبار اختبار الحمد لله. بص 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 بص، ايه مش الشعر الساعي ده انت اصحابك سايح؟ تعاوني. اه سايح ده هو. يا ابن الايه ده شكله ظابط مزه وعايش. وقاعد في الضيق وايه؟ تيجي ندخل عليه. ندخل عليه؟ اه مش عايزين مشاكل بقى، خلينا في حالنا. بلا مشاكل بلا بتاع. تعالى بس معاك مشطه. انت هتسرح له كمان. براحه براحه يلا. لا وبيضحك وشاب يعني شاب. الدكتور عاوني يا جميل يا حلو. اهلا اهلا اهلا